يقول الشاعر ابن يسير الرياشي: تأتي المكاره حين تأتي جملة. المصائب لما تيجي تيجي دفعة واحدة، تجلس كده تتجمع 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 في الخلفية، فجأة بوم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، وش الحلقة هذه اللي تجيب أم الهم والتعاسة؟ أي زواج وأي مأدبة عشاء هذه؟ يعني معلش، هو جورج آر آر مارتن ما يفرد عضلات ولا في الزواجات ولا كيف؟ أقسم بالله يا جماعة خلصت الحلقة وأنا كذا كمية نكد، توقع من زمان ما حسيت بنفس كمية النكد اللي حسيتها دي آخر مرة في الريد ويدينج حرفيا. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير اعزائنا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان. الحلقه الخامسه من هاوس اوف ذا دراجون وصلت. عنوان الحلقه: ننير الطريق. اي اناره؟ وانا لابس اخضر، يا نهار ازرق، انا لابس اخضر يا عيال. عموما يا جماعه، الحلقه الخامسه وصلت، واللي تجلت فيها جميع تفاصيل هذا العالم المخيفه، اقصد عالم جورج ار مارتن. عالم هذا الانسان يا جماعه عالم جدا 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 قاسي. ما اقدر اقول لكم قديش هذا العالم قاسي، لانكم تعرفونه من عالم جيم اوف ثرونز وعارفين كميه القسوه، ودحين تاكدتوا اكثر لما تابعتوا هاوس اوف ذا دراجون، او على الاقل اول خمس حلقات من هاوس اوف ذا دراجون. فلا الافراح في هذا العالم تبدو سعيده، ولا للحب فيه اي مكان. بدات الحلقه يا جماعه بظهور الليدي رايالي اول مره، واللي تزوجها ديمون ورفض انه يكمل زواجه منها او انه يخلف منها. زواجهم كان مصلحه يعني، اصلا زواج سياسي كذا، زبطني اضبطك، خذوا من عندي اخذ من عندكم. احنا من الحلقة الأولى نسمع بالليدي ريا هذه، ولكن للآن ما شفناه. وعلى عكس ما وصفها الأمير ديمون إلا إنها سيدة جميلة وفارسة نبيلة وقوية. ويدوبك ها ويدوبك كذا بس قلنا بسم الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي، إيه البت الجميلة دي، إلا وشفناها متمددة على ظهرها وقاعد تلفظ أنفاسها الأخيرة. ليه؟ شوفوا يا جماعة، أنا لحظة ظهور ديمون قدامها حسيت إنه في شيء غلط. وقفته، لبسه، نظراته لها، الولد جاي معاه مصيبة. أنا عندي توقع بس ما أدري إذا توقعي بيكون صح ولا غلط، بس أعتقد والله أعلم إنه ليدي ريا استفزت الامير ديمون بشكل كذا مبالغ فيه، ولا اقدر الومها صراحه. هو اللي سوا فيها قليل، راميها فخر الدنيا ومتزوجها بالاسم وكمان قاعد يحشها في ظهرها. واعتقد والله اعلم لو انها ما جلست تستفزه بهذه الطريقه لربما كان المشهد انتهى بطريقه مختلفه، ويمكن ما مات، ويمكن برضو كلامي كله هذا يكون خطا وتوقعاتي كلها تكون خاطئه. في النهايه هي ماتت، بس برضو ممكن كلامي هذا يكون خطا وتكون هذه نيه ديمون من البدايه انه جاي يقتلها ويمشي. لانه لو فاكرين في الزفاف تعيس لما قابل قريب ليدي ريا الامير ديمون، قال له ديمون بكل بجاحه: ها، ولا كانه هو اللي قتل قريبته ولا شيء كذا، يتكلم بهياط كبرياء، يسموه اللي تسموه، ولا كانه سوى حاجه. قال له: اسمع اسمع، زوجتي ماتت صح، ما في بيني وبينها اي وريث صح، وهي الوريثه الوحيده اوكي، رون ستون يا حبيبي راح تكون من نصيبي، وقريب راح اعدي عليكم انا وتنين ان شاء الله نخلص الاوراق تبع ايش نقل الملكي. بجح، اذا في بجاحه اكثر من كذا، اذا في وقاحه اكثر من كذا وخبث اكثر من كذا، ارجوكم علموني. ما في، الامير ديمون كذا يتربع على عرش الخبث وقله الحياه والوساخه والدناءه في عالم او في مسلسل هاوس اوف ذا دراجون الى الان. رون ستون في عندكم ما تعرفون هي منطقه يفترض انها تقع في شمال شرق ويستروس في الخريطه، تقدرون تشوفون الخريطه بحطها لكم. فيب فعلها الامير اللعين اللئيم. اي والله فعلها. هذه الفعله رقم كم؟ هذه الفعله رقم كم؟ ما ادري والله، بس فعلاته كثيره الولد ذا. رحلة الملك فيسيريس البائسة إلى ديار اللورد كورلس. غير أنه الرحلة تعيسة وقاعد يستفرغ وحالة أمه في الردى، الأميرة رينيس وصفت زيارة الملك وقالت فيما معناه يعني إن زيارة الملك أفلست بما تبقى لديه من كبرياء، إنها ما هي مجرد زيارة وحب وتقدير بقدر ما إنها زيارة توسل وترجي لتزويج الأميرة رينيرا من الأمير لينو. أنا أبغاكم تتخيلوا إذا قريبته، قريبة الملك فيسيريس، تقول هذا الكلام عنه، إيش قاعدين يقولوا الناس الثانيين؟ علشان كذا قلت لكم الملك فيسيريس وضعه مسكين، وضعه صعب، ملك ليس بملك، ملك لابس تاج بس والله ما يدري وين الله حاطه، مسكين ضعيف الله. عموما الرحلة التعيسة هذه لغرض واحد ولا شيء آخر، وهي توحيد العائلتين، عائلة باليريون وعائلة التارجاريان. وبحكم إنه الأميرة رينيرا افتهمت الموضوع فقالت: يا عمي زواج مصلحة يا لينور، خذته كذا على الشاطئ وجلست تتمشى معه، قالت له: يا عمي ده زواج مصلحة، خلينا نعطيهم على جوهم، نتزوج أنا وأنت أمام واجب تجاه عائلاتنا، ولازم نقوم بهذا الواجب، نتزوج، نسكت أفواه البشر والعائلات، وبعد الزواج يا حبيبي كل واحد يعمل اللي يبغاه، ظبط المظابيط، تراني عارفتك يعني وعارفة مصايبك وميولك الجنسية، لا تخاف دوس. انبسط، ابتسم أصلا. الله يرزقك. عموما اللي ما يعرف ايش هو زواج المصلحة، أهو تفضلوا ده زواج مصلحة. لورد كورلس يا جماعة بغض النظر عن استقباله
المهين إن صح الكلام للملك فيسيريس لا استقبلوا عند وصوله ولا استقبلوا حتى عند الباب ولا فتح له الباب ولا أي بطيخ، بل إنه ظل ينتظر على كرسيه داخل القصر. غير كل قلة الاحترام اللي سواها لورد كورليس، كمان كان عنده شروط. شوف يا حبيبي فيسيريس، تبغى تزوج بنتك رينيرا من ابني لينور أبركها من ساعة والله ولي الشرف، بس معليش يا حبيبي أنا عندي شرط، عيال ابني لينور والأميرة رينيرا ما ينتهي اسمهم بهاوس تارجيريان، ينتهي بهاوس فاليريان. حلو الكلام؟ عندك مشكلة يا فيسيريس؟ مناسب؟ طبعا الشرط هذا شوية مستفز للملك فيسيريس، بس انه ما عاد عنده خيارات، يا دوبك ما عاد بقي ما في وقت، بيموت يا دوب يلحق يقفل المشاكل اللي عنده ويروح يعشي. فقال له فيسيريس يا ابويا اوكي مش مشكلة، بس برضو انا عندي شرط على الشرط تبعك، اول ابن او ابنه he or she يرث العرش الحديدي يتحول اسمه من فاليريان الى تارجيريان، وراح يحكم التارجيريان 100 سنة ثانية ويمكن اكثر. ديل؟ موافق يا لورد كورلس؟ لورد كورلس قال له موافق، الفاتحة. طبعا ما نقدر نلوم لورد كورلس صراحة على تصرفاته، وفي النهاية الملك يا جماعة عامله بشكل غير مناسب في عدة مواقف وتجاهله كثير، غير انه رفض زواج ابنته الطفلة، اوكي هي طفلة بس برضو الرفض يضر رفض، غير انه كمان تركه هو وديمون يحاربون الكراب فيدر 3 سنوات من دون اي دعم. فكان لابد من انه لورد كورلس يستعيد بعض من كبريائه، وهو جاته الفرصة لين عنده، يعني ليش يقول لا. الفارس كريستون يا جماعة القوي النبيل اللي أطاح بالأمير ديمون في أحد المبارزات، اللي أقسم إنه ما يرتكب خطيئة ويكون عبد مخلص للملك والمملكة، بعد ما جاب العيد يا جماعة وراودته عن نفسه الأميرة رينيرا في الحلقة الماضية، الآدمي حاس بتأنيب الضمير، الآدمي مش مرتاح نفسيا، فقال لرينيرا يا بنت الحلال أنت مش راضية بالوضع ذا، أنت فضفضتيلي، مو عاجبك إنك تكوني وريثة، ولا عاجبك وضع الملك والملكة والحوسة اللي قاعدة تصير، حتى الزواج الإجباري هذا أنت مش مرتاحة له، خلينا أنا وأنت نهرب لبعيد، نهرب إلى قارة إسوس، نحب بعض، نتزوج بعض، بلا قيود، بلا أسماء، بلا بطيخ. وكان يعتقد أن بارتكابه لخطيئة الزنا مع رينيرا، ولا أدري إذا هذا الموضوع يمشي بذي الطريقة ولا لا، بس هو يعتقد أنه إذا ارتكب المعصية أو الزنا أو الفاحشة مع رينيرا يقدر يكفر عن هذا الذنب بالزواج منها، ولكن للأسف الأخت أعطته وضعية لا لا حبيبي خلاص أنا ولينور وصلنا لاتفاق زي الفل، you are going to be my bitch لا تخاف. والله يا هي استفزته، والله يا هي قهرته، والله يا هي جرحته، مسكين مسكين حرفيا مسكين صراحة. رينيرا أنا بديت أحس إني لا والله ماني فاهمها، البنت ذي ما هي ما أدري كذبت في الحلقة الماضية وجالسة تسوي أشياء كثيرة غريبة في الحلقة هذه، ماني عارف. حتى إنه علاقتها مع ديمون واضح إنها تحب ديمون، واضح إنه ديمون يحبها، بس في طريق في شيء غريب كذا بينهم. البنت مي مزبوط، رينيرا ما هي مزبوطة، لا تثقوا فيها، لا تتوقعوا منها أي خير، توقعوا منها دائما الأسوأ. البنت كان يتهيأ لي إنها طيبة ولطيفة ومسكينة، بس مع تقدم الحلقات ومع تطور شخصيتها البنت قاعدة تصير شيء ثاني، الله يستر. بس عموما يا جماعة اعتقد برضو انه اعتراف كريستون الفارس بهذه الخطيئة للملكة أليسن ما كان اعتراف انه اوه شكلها كفشتني او اعترف بالغلط، لا ما كان اعتراف انه اوه خليني اعترف لها عشان ايش تخفف عقوبتي، لا 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 مو كذا. اعتقد انه يبغى يموت، يب يبغى يموت، يبغى يكفر عن خطيئته، يبغى يموت بشرف. الادمي ما عاد عنده شيء يخسره، هذيك تقول له يو ار جوينج تو بي ماي بيتش بطريقة غير مباشرة، وارتكب خطيئة وضعه جدا سيء، كرامته جدا مهانة، قسم والعهد اللي اقسم فيه انتهى وصار شيء جدا مدنس. فاعترافه للملكة إليسنت كان على أمل إنه يا عمي خليني أموت بشرف أرتاح من الحياة المعفنة هذه، رينيرا ما تبغى تتزوجني خلاص خليني أموت. وللأسف الملكة إليسنت قالت له لا، حتى أنها في آخر الحلقة إيش منعته، الآدمي كان بيقتل نفسه وبيرتاح من دي الحياة، بس قالت له لا 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 طب وقف واصبر ايش بيصير؟ الله اعلم. ليش وقفته؟ الله اعلم. بعدين حتى انه لما جاء حبيب لينور جوفري وقال له اي يا كريستون تراني كافشك، تراني شايف كل حاجه من بعيد، خلينا نظبط المظابيط كذا مع بعض ومن عارف ايش عشان الامور تمشي في السليم. ايش سوى الفارس كريستون؟ قال له اي حدك يا وحش. طبعا هو ما قالها بس انا جالس اختلع حوارات، ولكن اتوقع انه في قراره نفسه قال يا عمي هي خاربه خاربه، يجي ابو زق هذا ويهددني ويقول لي ما ادري ايش انا كافشك وما كافشك، وانتظر الفرصه المناسبه وانقض على جوفري وخب خبز وجهه خبز إلين أخفى ملامح نص وجهه. ويا لها من لقطة مرعبة يا جماعة، ويا لها من لقطة مخيفة وتجيب أم الكآبة والهم، والله ياهو دبغ ودبغ، والله ياهو رن ورن. حتى لما حاول لينور إنه يفزع مع حبيبه أكله بوكس كذا في عينه خلاه يشوف الدنيا أربعة، أنا فين؟ إيش اللي صار؟ ولا أدري لو لاحظته ولا لا، بس ترى كان في اثنين مع كريستون قاعدين يفزعوا له لما حاول لينور إنه يرجع يفزع مع حبيبه، مسكوه ورجعوه اقعد. أنا ماني داري مين دول الاثنين، بس واضح إنهم قاعدين يفزعون لكريستون. عموما يا جماعة المشهد كان جدا قاسي ودموي وعنيف ومؤلم، ويشرح لكم قد ايش الفارس كريستون او حارس الملك قد ايش مرة مرة
مرة معصب وفيه من الضيقة ما الله بها عليم، وجاء هذا جوفري وحط حرته فيه ودبغه إلى إن قال آمين. المشهد هذا بشكل عام صراحة تحول إلى ريد ويدينج بس نسخة قديمة، لأنه ريد ويدينج بيصير في المستقبل. عموما يا جماعة، بحكم إنه الملكة أليسنت منعت كريستين إنه يقتل نفسه في نهاية الحلقة، الآن لينور صار عنده خصم. الخصم هذا موجود حي، ترى قتلت حبيبي، ها ما قتلته كذا قتلة بسيطة، قتلته بأبشع طريقة، لكمت وجهه إلى عض الأرض. فأتوقع إنه بيصير تصادمات جدا 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 كبيرة في المستقبل ما بين كريستون وما بين لينو، وممكن توصل لدم، ممكن توصل لقتل، ما ادري ايش بيصير. بس الاثنين دولي حكم انه كريستون باقي ما زال حي، صدقوني بتكون بينهم تصادمات كثيرة. ايش اللي بيصير؟ انتظروا ونشوف. الملك فيسيريس يا جماعة نقدر نقول عنه انه خلاص على وشك الانتهاء. الآدمي قاعد يصارع ما تبقى له من ايام بصعوبة جدا، ومثل ما توقعت في الفيديوهات الماضية انه راح يموت وما راح يطول معنا في المسلسل. المرض يا جماعة افتك فيه وتمكن منه، والجروح تملأ كل شبر في جسد. ولكن للأمانة في اللحظات اللي كان قاعد يتعالج فيها الملك فيسيريس، كان بينه وبين يد الملك الجديد لاينول حوار جدا جدا جميل. حوار يوريك الفرق بين خبث اوتو هاي تاور اللي كان ويخدم مصالحه الشخصية ثم مصالح المملكة، وفرق بين حكمة وأخلاق لينو اللي همه مصلحة الملك ومصلحة المملكة. يعني حتى في سيرس كان يسأله ويقول له إيش راح يكتب التاريخ عني، مسيرة حكمي فارغة ومليانة أشياء ما لأمها لزمة، لا حروب لا إنجازات تذكر، إيش راح يكتب التاريخ عني بعد 100 ولا 500 سنة، هل راح الناس يغنوا باسمي في المستقبل ولا لا، ولا راح تندفن ذكرياتي معايا في القبر للأبد. وللأمانة ردود الهاند اوف ذا كينج او لينول كانت ردود جدا واقعية وغير مزعجة، واعتقد انه صادق مثل ما وصفه الملك. قال له انت دائما تقول الحقيقة، ما تجامل ما تكذب. قال له يا فسيرس انت حكمت في سلام، وزمنك ازدهر بالسلام، ما في حروب، فاذا مت راح تموت بسلام، خلي الاغاني وخلي التاريخ يسري، موت بسلام وارتاح، غيرك كان يتمنى هذه الموت. حوار جدا رائع يا جماعة، وكلام جوته كلام. بدأت مراسم الزواج اللي كله هم في هم، هل العروسة بالفعل عروسة، ولا العريس بالفعل عريس، ولا الضيوف فعلا ضيوف؟ يا عم الملكة اللي هي أهم عنصر مع الملك ما جات إلا متأخرة، وقاطعت خطاب الملك في النص، لو كمان لابسة أخضر، يا ساتر ايش الفوضى ذي؟ غير انه كل واحد من الضيوف، يعني معظم الضيوف كذا عيونهم فيها كلام كثير، ما تحس انه في شيء فعلا قاعد يصير شيء كويس في هذا اليوم، كل واحد عيونه تقول تحس كذا كل واحد عنده نوايا الله اعلم فيها. زواج بدا بشكل تعيس ولكنه مغلف بالسعاده، وانتهى وكانه عزاء وليله سوداء تملأها التعاسة. طبعا دخول الملكة أليسنت بالشكل هذا له معاني كثيرة، صمتها وحدها ومقاطعتها لخطاب الملك لها تفسير طويل عريض، بالذات بعد ما عرفت انه ابوها كان صادق بطريقة ما. اوكي يا جماعة، اوتو هاي تاور ما كان صادق في جزئية انه رينيرا مارست الفاحشة مع الامير ديمون، بس انه رينيرا يا جماعة كذبت في وجه الملكة أليسنت، عيني عينك، كذبا كذبت كاذبة، حلفت لها وقالت لها انا ما ارتكبت الفاحشة أنا طاهرة، وهي قبلها نايمة مع كريستون. ولأنه أليسنت صدقت رينيرا في كذبتها، أليسنت بطريقة ما شاركت أو كان لها يد أو إنها ساهمت في طرد أبوها أوتو هاي تاور من منصب The Hand of the King. أليسنت كان لها يد، بس إنها مسكينة قليلة حيلة، وثقت في صديقتها، بس صديقتها كذابة، صديقتها is a bitch. ويبدو لي يا جماعة إنه هذا بداية صراع جديد في قصر الملك في سيريس. الآن عندنا لينور زوج رينيرا، وعنده مصيبة الانتقام من كريستون، عندنا كمان ديمون اللي الله وحده يعلم إيش معاه من مصايب مخبيها لنا في الحلقات الجاية، وأوتو هاي تاور كمان اللي برضو ما حد يدري وش وراه من مصايب، والحين كمان مين؟ أليسن ورينيرا، واضح إنه بتقوم بينهم بقعة على إثر الكذب اللي كذبتها رينيرا. توقع الحدث هذا، الفستان الأخضر اللي لبسته أليسن هو مرحلة جديدة وشخصية جديدة وتطور واضح راح نشوفه في شخصيتها في المستقبل. ممكن ما عاد نشوف أليسنت المسكينة والغلبانة والمغلوبة على أمرها، لا لا لا، ممكن نشوف أليسنت أخرى لئيمة شيطانة مثل أبوها فعلت عندها، عارفين قوة الهاي تاور. خلونا نرجع برضو لحكاية انها دخلت بالفستان الاخضر وقاطعت خطاب الملك في وسطه. دخولها في الفستان الاخضر هذا كان له تفسير في الحلقة، هو انه عائلة هاي تاور عندهم منارة، والمنارة هذه اذا اضيئت باللون الاخضر معناته انه عائلة هاي تاور تدعو مناصريها للمشاركة معهم او لدعمهم في الحرب. فستان اخضر ومنارة تضوي اخضر وقت الحرب، احا كلام جوته كلام يا جماعة. أليسنت عندها مصيبة، أليسنت عندها بقعة جالسة تطبخها، ايش هي؟ برضو ننتظر ونشوف.
ومثل كل شيء في هذه الحلقة يا جماعة، الحلقة المرعبة التعيسة الحزينة الدموية، بدأت الحلقة بسقوط ليدي ريا من على خيلها وموتها، وانتهت الحلقة برضو بسقوط الملك فيسيريس وقت عقد قيران بنته الأميرة رينيرا من لينور. وبرضو يا جماعة ما ننسى انه ابن ساعد الملك الاعرج، اتوقع اسمه ليرس، انا ما اعرف ايش وضعه، ابوك رجال طيب ونعرف انه رجال محترم ومساعد الملك، بس ليش قاعد تشيش الملك أليسنت؟ ليش قاعد تبلفها؟ طبعا هو قالها بطريقة غير مباشرة انه والله انا قاعد اطمن الاميرة رينيرا مريضة وشفت واحد جاب لها شاهي وايش السالفة، بس كلنا شايفين من طريقة كلامه انه كذاب، واضح انه جالس يفتن يبغى يسوي فتنة. انا ما ودي احكم على يد الملك لينور واقول انه ممكن يكون عنده وجه مخفي احنا لسه ما نعرفه وقاعد نشوف الوجه الكيوت حقه، بس ليش ولده الولد الاعرج هذاك ليش يسوي كذا؟ ليش قاعد ينشر الفتنه بهذا الشكل؟ ترى يا جماعه اللي عمله الولد هذا ما هو شيء سهل ابدا. الملكه أليسنت انقلبت بشكل مختلف تماما بعد حوارها مع الولد هذا، وبعد ما اكتشفت الحقيقه اكثر من مين؟ من كريستون. فاذا في شخص ممكن برضو نحسب له حساب في المستقبل فهو اللئيم هذا. الولد الاعرج هذا ترى ما هو سهل، الولد هذا عنده مصايب، والله اعلم هذه المصايب مرتبطه بابوه مساعد الملك ولا مساعد الملك لا فعلا رجل طيب مثل ما نعرفه، والولد هذا قاعد يلعب كذا من وراء الأبواب ومن وراء التريلات وعنده هدف ثاني ما حد يعرفه إلى الآن. ختاما يا جماعة اللي بقوله لكم إننا مقبلين على فوضى عارمة، إحنا مقبلين على مصائب كثيرة يا جماعة، ولا أدري إذا الخمس حلقات القادمة راح تكفي ولا لا، بس صدقوني يا جماعة اللي أقدر أقوله لكم كده إنه الحلقات القادمة بيصير فيها أشياء جدا جدا صعبة، ومش بس صعبة لا وكمان صعب جدا إننا نتنبأ فيها. هذه الحلقة يا جماعة أقدر أقول لكم بكل جرأة إنها الحلقة الأفضل والأقوى إلى الآن، ولو فيها علامة تصف عظمتها أكثر من 10/10 لكان أعطيتها، بس أكثر من 10/10 مفيش. يعطيكم العافية يا جماعة، إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.